وبارك على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. في البدء أحب أن أشير إلى قيمة ومكانة هذا اللقاء في حياتي. المجلس العلمي والمجالس العلمية تحرص الآن حرصا شديدا على عقلية هذه اللقاءات التي تقفز بها قفزة نوعية نحو تأثير وترسيخ المعرفة في دنيا المسلمين. طبعا لنا طرق أخرى، هي الطرق المعروفة في مستويات المساجد والتدريس وتدريس النصوص، لنا معروف، ولكن الآن هناك شيء جديد هو هذا الحوار وهذا اللقاء الذي نلتقي فيه مع تخصصات كثيرة ومع علماء من قطاعات معرفية متعددة من أجل أن تتكامل لدينا المعرفة. هؤلاء علماء في مجالاتهم، في مجال التاريخي، بحث تاريخي، في مجالات الحقوق، وأنتم رأيتم سمعتم وحضرتم لقاءات من هذا النوع فكانت شيئا جديدا. بل إن المساجد الآن في رمضان في غير رمضان أصبحت تفاجأ بأن هنالك من يحاضر في شخصية في التاريخ ويعرف بشخصيات من علمية وأدبية في على المنبر. المنبر هذا شيء جديد يجب أن نثمنه. ولهذا السبب كان لقاؤنا مع الدكتور مصطفى نشاط في هذا الأمر عرفانا أولا واقتناعا بقدرته على أن يتحدث في هذا، لأنه رجل له معرفة متينة وهو صاحب خبرة، وحديثه هو حديث الخبير، ليس حديث الإنسان الذي يطفو على أو يرتمي على ميدان لا يتقنه، ويريد أن يعرفنا بشيء ويريد أن ينقلنا إلى شيء. ولذلك نحن نشكر ونقول هذا اللقاء، هكذا كان الناس في التاريخ القديم حينما نتحدث عن حضارة المسلمين في العباسيين وحضارة المغربية، دائما كان هناك لقاء بين علماء متخصصين متخصصات متعددة. بل قد كان كما يذكر ذلك بعض المرخين، كان المجلس الواحد في الزمن العباسي يحضره مثلا 10 من الأشخاص، ليس كل واحد منهم على مذهب آخر، فقد يكون هناك مسيحي ويهودي ومسلم وغنوصي وإلى ذلك، كانوا يجتمعون ويختلفون ولا يحكم أحدهم على أحد. هذا الأمر الذي كان، وهذا شيء يجب أن نثمنه الآن، لأن هؤلاء الذين يحقدون أو الذين يزمجرون ليسوا علماء، هم أناس يتحدثون من عاطفة هوجاء لا أقدر ولا تقدم المسلمين كثيرا. لذلك أشكر الأستاذ نشاط، وأتمنى إن شاء الله أن تتكرر مثل هذه اللقاءات، لأنها مفيدة جدا ولأنها تنقلنا إلى عالم جديد من عوالم المعرفة. أنا أقول بأن ما ذكره الأستاذ وما أشار إليه من قضية الإشارة إلى العالم الآخر، إلى عالم الأوروبيين، هو أصبح الآن شغل لكثير من الأساتذة والعلماء. أنا الآن أحيل إلى كتاب، والكتاب الذي يتردد لدي وأقرأه كثيرا وأرقن فيه جهدا كبيرا، هو هذا الكتاب الذي هو ظاهرة نقد الدين، وهو كتاب ضخم لعلماء متخصصين، أصبحوا متخصصين مطلعين على الأفكار وعلى الديانات وعلى الآن. لأننا حينما نتحدث نحن عن المسيحيين إنما نتحدث عن كتلة واحدة، وهو نفس كذلك المسيحية هي استمرار في التاريخ ولكن فيها تحولات وفيها تراجعات وفيها وفيها. فأنت حينما تتحدث عن المسيحي تتحدث كأنما يتحدث إنسان عامي. هل الدائزم ليست وليدة المسيحية؟ الدائزم هي نتيجة لفشل بعض المعطيات. حينما تحدث عن الألمانية بمفهومها أو الحداثة بمفهومها، الحداثة ما هي الحداثة؟ ليس هي التي يتحدث عنها الناس عندنا من باعة الأفكار الميتة. الحداثة معناها أنك تصل إلى درجة لا تحتكم فيها إلى العقل وتلغي الوحي تماما. على هذا الأساس نتحدث، هؤلاء لا يميزون بين جدة شيء حداثي وشيء جديد. هذا مسألة تاريخية،
معيار زمني تاريخي، لكن حينما تحدثوا هذه القضية فلسفية وقضية نفض اليد من الدين بمعنى واحد. لذلك نحن دائما نتحفظ على بعض الكلمات التي تؤخذ هكذا جملة معلبة وتصدر للمسلمين. فهذا الآن هذا شوف حقيقة ما يقوم به الأساتذة والباحثون واستبطان هذه الشيء يجب أن نتم به، وأنا عقيدة من أجل اللقاءات المتعددة، وهذا شيء مفيد لشبابنا خصوصا. ونحن ننظر في الغد، الغد سيكون شيء غير هذا الذي نحن الآن فيه، والخطاب سيكون خطاب معه. أنا طبعا استوقفت كثير من الأشياء المفيدة جدا في هذا العرض القيم، وأنا أقول شيئا آخر في جانب اهتمامنا نحن بالغرب. أولا أننا نطلع عليه، والآن الغرب كان يسكن فينا وكنا فيه، كنا جزءا منه. البلاد الإسلامية فيها أو مسلمون كان فيه من يسكن في الغرب. حينما تحدث عن الأندلس، ما تحدث عن هذه المجازر التي وقعت في سيربرنيتشا، وهؤلاء المسلمون في شرق أوروبا كلها كانت مسلمة، كلها كانت مسلمة. لكن الذي وقع هو شيء آخر، لم يبق لك فرصة الحديث عن الغرب أو حرف. كان المسلمون إنما يحاولون النجاة. ماذا بقى لنا نحن حينما نتراجع؟ هل ترون أن هذا الحادثة، حادثة إحراق المكتبات وإغراق مثلا بغداد، إحراق بغداد، اكتساح بغداد وإلقاء المخطوطات في الأنهار في نهر دجلة، كان حدثا سهلا؟ كانت لهم انعكاسة بالتأكيد على الحضارة الإسلامية. هل ترون أن هذه الحملات المنسقة، أي أنا لا أرى أن حملة مثلا حملة الصليبية إلا حملة إنهاء، ليست لشيء آخر، حملة إنهاء. ولذلك كان شعرها هكذا: أرض الله وهي برعاية الكنيسة، وقامت بالبرتغاليون. وهذه المعركة التي دارت على الإسلام، على بلاد الإسلام في وادي المخازن، ليست معركة استرداد، كان هناك حالة استرداد، وهذه شغلتنا بالتأكيد. وإذا نحن كنا شغلنا، نحن نعرف شواطئنا منذ اقتنع بالغرب بفكرة الاسترداد. كنا دائما نحن نعاني من الغرب، لم ننتهي. 1492 لم تكن حرب الفاصل، كانت بداية لحياة أخرى كان على المسلمين أن يواجهوها، على الأقل من الناحية الدفاعية. وأنتم ترون أننا كنا وإلى الآن لا زلنا ندافع عن ثغورنا ولم ننتهي بعد. الآن قضية الصحراء هي جزء من التاريخ المعتمد، مع الأسف الشديد لم يتعامل المسلمون معه كما كان يجب. هذه إسبانيا كانت هناك إلى 1975، ونحن نقتلع أرجل الإسباني من صحرائنا. هذا كله يجب أخذه بعين الاعتبار، لأننا كنا ثم من الناحية الفكرية الثقافية. أحب أن أقول أنني حينما أقرأ مثلا لابن حزم، وابن حزم عملاق، هذا يعرف الثقافة الحقيقة، الثقافة الأوروبية والثقافة اليهودية، وعبر عن ذلك في كتابه القيم الانفصال في الملل والأوائم النحل. وما ذكره في هذه في معرفته بالغرب وبثقافته شيء أفاد منه. أنا مرة قرأت له وهو يتحدث عن التوراة، ويذكر طبعا أسفارها وآخر صفر في التوراة فيه، ومات هذا النص التوراة، ومات موسى بأرض مؤاب، ولم يأتي في بني إسرائيل رجل مثله. هذه كنا نبغى نشوفها في سنة آخر حديثي عن النصرانية واليهودية. هذا الكتاب، أن موسى ليس هو صاحب هذه الأسفار، وأنه يتحدث مع ما بعد موسى. هذا النص طبعا نستفيد منه، ونفسه أجده عند سبينوزا في كتابه رسالة في الدين واللاهوت، في الفصل السادس من رسالة في الدين واللاهوت، هو نفسه بتمامه. أي سبينوزا الذي كان هو من هو بالنسبة للأوروبيين وبالنسبة للهولنديين، هو يأخذ من
يبقى أنا هؤلاء كانت لهم دراية غريبة جدا. هؤلاء كتبوا في ما للهندي من مقولة مقبولة في العقيرة من الهيتم، كتبوا كذلك في النحو، في نحو السوق، في نحو الروم، في النحو العبري. هي كتب الآن موجودة الآن، بل كان بعضهم يقول إن أقل ما كان يجيده هو الموسيقى، وكتبوا في الموسيقى وكتبوا في أشياء كثيرة. المسلمون لم يكونوا بغيبة عن هذه الأشياء ولا كانوا جاهلين بها، ولكنهم كانوا مشغولين أيضا بالدفاع عن أنفسهم. وحركة النهضة في ذلك المقصد ما نسجلهاش على المسلمين معوقت، عوقت بين المحتال الأسباب. محمد علي الذي نصب وهو رجل أمي جاهل، نصب في أكبر دولة ليكون خليفة في مصر، وأبناؤه أي الذين جاءوا بعده إلى حين الثورة كلهم شغلوا على وجه واحد هو تعويق النظر، وهو قد كان قد قاموا بشيء معين. وجاءت أوروبا وردت بعض المصانع التي بناها المصريون في زمن محمد عبد فما بعد محمد علي فما بعد، هو أخذت وألقيت في دول أخرى. وطبعا كان هناك تحريف عقدي وتقديم وتأخير في الأشخاص وفي الأولويات، هذا لا يجوز إغفاله. نحن إلى الآن نعاني. قضية فلسطين هي قضية من القضايا المراد منها أن لا يكون هناك كيان إسلامي موحد. كل هذه القضايا، وإذا كنا نحن نؤدي الثمن، فيجب أن نقول أننا أدينا ثمن الغرب. إذا كان الغرب استطاع أن يزاحمنا أن نقول فقد شغلنا بجيوشه وبمعاركه التي شنها على أرضنا، ودائما كنا نحن الضحايا. أحب أن أشير إلى قضية هي الإضافة وقت لزيغري دونكي. هذه زيغري دونكي باحثة ألمانية كتبت كتابها، أول ما كتبته سمعته شمس العرب تستوعب العرب، ما كانش خير. وأنا حضرت محاضرتها وسمعتها تقول هي قد لاقت من الألماني عنة كبيرة لأنه أشار إلى نهضة العرب وتقدم العرب. قال فغيرت العنوان من شمس الغرب العرب إلى شمس الله، لأن الله هذا يشترك في الجميع. ولكن لا يجوز، هذه أصلا أنا سمعتها من مكان تأويل، هذا ليس تأويل، هو مدخل منها. هذه الأسماء دائما يكون لها شيء من الأسباب الحساسية. تحدثتم عن الغرب، احنا عندنا مشكلة كبيرة في قضية الغرب. هل كان بعضهم يقول ما هو الغرب؟ ما هو البلاد التي تسمى غربا؟ بعضهم يقول بكل بساطة مستدرجة هي بلاد تستقي بطريقة استعمال الغرب. الغرب هو دلو كبير، الغرب هو شيء ماشي دلو كبير يستقى به في المناطق الصحراوية ويستجلب الماء بجره، تجربه البحران أو هكذا ثم يدلو. فهذا الغرب وهو موجود في الشعر القديم، كأن عيني في غربي مقتلة من النواضح تسقي جنة سحقا. هذا قصيدة جميلة جدا لزهير عبسة من الشعر الجاهلي القديم الذي لا يقرأه أحد. والغرب هو هكذا. فكان بعضهم يقول إن الغرب هم هؤلاء بدون ليس لهم حضارة، وأصبح الناس يتحدثون عن من يسقط عليهم الغرب، وأزالوا هذا وقالوا الغرب المغرب، ثم قالوا إن المغرب يستقطب شمال أفريقيا والأندلس. ولما زالت هذه زالت الأندلس قالوا إنه أصبح يسقط حقيقة على الغرب وعلى المغرب. ولذلك حينما تجدون أحاديث تتحدث عن لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق، هل هم أصحاب الدلو أم أصحاب الغرب القديم بمعنى الذي فيه الأندلس، أم الدلو أو الغرب الحالي الذي يستثنى منه المغرب؟ فهذه الحساسيات لها تسميت ذلك. إذا رأيتموها تذهب يمينا ويسارا فلها في ذلك أسباب. أنا أشرت فقط إلى ما علق بذهني من هذه المحاضرة القيمة والتي
اتمنى ان يتكرر مثلها في مثل هذه وفاء لهذه المدينه، لاننا يجب ان نسعى جميعا الى ان نجيب عن سؤال لا يطرحه احد. هناك سؤال لا يطرحه احد، ما اظن ان احد يطرحه الا تجاوزناه. هذا من السهل الممتنع ان نقول ما وضع المعرفه الان، ما حال السؤال كيف هي المعرفه الان في بلدنا في مدينتنا؟ يجب ان نجيب ويجب ان تكون عندنا اجوبه صادقه ومؤشره. هل اذا نحن حضرنا عدد كبير من شهاده الدكتوراه يكون ذلك دليل على اننا اصبحنا مثقفين؟ لا، دكتوراه وغير دكتوراه كلها اوراق انتهى الامر. نحن نعرف ماذا يقع هناك. هل العلم فعلا ينضج في ساحتنا؟ هل نحن نجتمع من اجل؟ ابدا، نحن هنا بالاشاعات بالافكار الفارغه بالمنامات. حينما يكتب انسان الشخص ويتحدث يقول هذا رايته في منامك، رايته في منامك وانتهى. واش تدير انك تكتب من على منامك؟ الان شي واحد يقول لا هذه كذا كذا وانا رايتها في منامك. شنو انت؟ معناه انك متخلف ومتقصر في التخلف. منام خليه عندك. المنام ليس حجه الا عند المحدثين ولا انت تقنعني به. انت كي كنت في منامك مقلوب. كليت بزاف في الدوخ. واش تؤسس حضارة؟ أنا كيجي في شي حاجة واحد يقول هذا الإنسان خرج على الطريق تماما ويريد في حقك شحال من أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مرتين فقال لي أنا رأيت دين دين جديد. هذا خطأ جدا وما أشبه هذا. فنحن حينما نعقد لقاءات في مثل هذا في المساجد وعلاقات لقاءات مع المثقفين ونجتمع يكون ذلك دليل على أننا نرتقي في المعرفة. ولكن حينما نلاحظ الآن في مدينة كمدينتنا هذه أن المكتبات تنتهي، وجود المكتبات الآن تعرفون المكتبات تتضاءل المكتبات في وجدة. وجدة قبل ما كانت فيها الجامعة كانت أكثر مكاتب، مكتبات معروفة الآن أكثرها أفلست وفرطت. لماذا؟ لأن الناس أصبحوا علماء من غير القراءة. يشد واحد الميكرو يشد واحد كذا ويسجل ويقول من التخلف ومن الاختلال شيئا كثيرا ولا احد يرد عليه ويكتب هذا يتوسع. فاصحاب الثقافه يجب عليهم ان يتنبهوا الى هذا ويجيبوا عن السؤال كيف نعيد للثقافه وللمعرفه اعتبارها وكيف نشتغل فيها بكل الوسائل وبكل سبل. اذا كنتم تذهبون الى المكتبات راكم زينين، اذا كنتم تقرؤون، اذا كنتم تناقشون تحاضرون هذا هو الاتجاه الصحيح. إذا كنا لا نفعل ذلك من أننا نغالط أنفسنا. وأعيد الشكر من جديد للأستاذ وأتمنى أن له أن يعود مرات من المرات لأن هذا اللقاء جيد ومع أساتذة آخرين. ولهنا أو ما يجب أن نقوم به لصالح المجتمع هو الذي ذكرته صلى الله عليه وسلم.